السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المقدمة لكم من قطر، محدثكم عبد الرحمن المطوع. خبر عاجل ومحزن في نفس الوقت، لم يعد هناك نفط في قطر، تعمل المؤسسات في البحث عن طرق بديلة، وجزاكم الله خيرا. سمعت في الخبر؟ لا والله ما سمعته. يقول لك البترول خلص في قطر. زين شو الحل؟ أنا بقول لك